قاتل جديد يواصل حصد أرواح المواطنين في البلاد، فإلى جانب الحرب والمجاعة باتت الكوليرا تشكل همّاً آخر يهدد حياة اليمنيين. الوباء الذي بدأت موجته الثانية في 27 من أبريل الماضي استطاع حتى الآن أن يفتك بحياة نحو 532 شخصاً وفق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية، في وقت وصلت فيه حالة الاشتباه إلى أكثر من 65 ألف حالة تم رصدها في أكثر من 253 منطقة، ونتيجة لغياب دور المنظمات الإنسانية وتملص الميليشيا من القيام بواجباتها تجاه المواطنين الذين يعيشون تحت سيطرتها، فقد أدى انتشار المرض إلى وصوله لأغلب مناطق البلاد خاصة مناطق الريف الرازحة تحت وطأة الفقر وغياب الخدمات. مناطق طالها النسيان وطالتها ظروف المعيشة الصعبة لتضاعف الأوبئة والأمراض من معاناتها. هنا في ريما امتد سلاح الوباء القاتل ليفتك بالأهالي دون رحمة، وفيما لا وجود للمنظمات الإنسانية ولا لمراكز صحية أو مشافٍ تتوافد أخبار الموت بشكل يومي. مصدر طبي لقناة بلقيس أكد تسجيل أول حالة وفاة بالكوليرا في عزلة بني الجرادي التابعة لمديرية السلفية بمحافظة ريما، فيما سجلت أكثر من 10 حالات مشتبه إصابتها بالوباء. تضاف هذه الأرقام إلى تلك الحالات التي سبق وأعلن عنها مكتب الصحة على مستوى المحافظة، فضلاً عن الحالات التي لم يعلن عنها بسبب غياب وسائل الإعلام.